ايه ده؟ في ايه؟ انا اللي فيه؟ انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكر ان انا هعدي اللي حصل كده بالسهل؟ العيال دي لازم تتربى. انا دلوقتي بمضي جوابات الرفت لحد ما نستدعي اولياء الامور ونشوف بعد كده هنعمل ايه. لا برافو عليكي، ممتازه. ارفدي العيال يلا واستدعي اولياء امورهم. خلي العيال بقى اللي صورونا امبارح فيديو وصوروكي وانت بتتمرجحي وراكبه البوكس ومتكلبشين انا وانت وبترجعي، خليهم ينزلوها هم كمان وتبقي ترند وتبقي فضحتك بجلاجل. اكتبي اكتبي امضي. هو انت وصل لك صور او فيديوهات يعني او حاجه زي كده؟ لسه ما جاتليش، بس اكيد العيال صوروا. لما ترفديهم وتعملي لهم استدعاء لولي الامر هيعاندهم كمان معاكي وهينزلوها لك. وليه كل ده؟ ما ندخل جوه العيال نصاحبهم نعرف ايه المواضيع ايه المشاكل ونحاول نحلها لهم لو نقدر، انما رفض واستدعاء ولي الامر هيعاندوا معاكي وهم اعند منك. يلا ونلبس كلنا. اتفضلي. انت السبب، انت اللي دبستني، قلت لك ما تتصرفش من دماغك، دبستني وعكيتها اكتر فوق دماغي. انا مش عارفه ازاي هبص في وش الولاد بعد كده، ازاي هقول لهم انضباط. ده هانج اوفر، ده دي بايته معاكي من امبارح. ما انا قلت لك اشربي ميه كتير، اشربي ميه كتير، انما انت العند راكبك. اشربي ميه. هي دي ميه 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 ميه، ما تخافيش من عندك. ايه اشربي عنيده، اشربي. طب قول لي اعمل ايه دلوقتي؟ اوعديني الاول انك تمشي ورايا وتتصرفي بدماغي. لا ما وعدكش قبل ما اعرف ايه الحكايه. خلاص مش قايل، احنا هنهزر. انضباط انضباط. انت الاول، انا بحاول اشركك معايا اهو، انت اللي مش عايزه. اللهم بلغت. بعد اللي حصل والفضايح اللي انا اتحطيت فيها اول مره في حياتي، اخلص يا عامر وخلصني. مش قبل ما توعديني الاول، اوعديني واسمعي كلامي، اوعديني. خلاص بروميس. لا اوعديني بالعربي. وبعدين بقى ما تخلص يا عامر. دكتور عامر لو سمحتي. ايه ده، انا ما شربتش حاجه. انا حزين.